الحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله تعالى ونبيه ورسوله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعده حياكم الله تعالى ورضي الله عز وجل عنكم، وأسأل الله تعالى أن يفيض علينا وعليكم من رحماته وأن يرزقنا الخير كله عاجله وآجله، وأن يقينا سبحانه وتعالى الشر كله عاجله وآجله، ونعوذ به عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ به عز وجل من وساوس الشيطان، ونعوذ به سبحانه وتعالى أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نقول قولا بغير علم أو أن نغلط. نسأله عز وجل العطاء، ونسأله سبحانه وتعالى المنح، ونتبرأ إليه سبحانه وتعالى من كل حول وطول وقوة إلا حول الله عز وجل وقوته سبحانه جل في علاه. وبعد، حياكم الله تعالى، كنا قد افتتحنا حديثا حول موضوع سماه الشيخ محمد الغزالي القصد والعفاف. تنقلنا بين جوانب هذا الموضوع لننظر نسبة الاتزان. حياك الله شيخ محمود، نورت الدنيا والله، الله يكرمك، والله منورنا، ربنا يحفظك ويكرمك ويرضى عنك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. من جملة الدعاء بقى ربنا يكرمنا وليثي الجنبك هناك تريحنا شوية، تلميذك بقى تاخده من هنا دوشة هنا على الفاضي. طيب يا سطر، نعم، احكي الخير فيه وفيكم، الله يكرمك. طيب ماشي، صلى على هذا. فكانت فكرة الموضوع أن ننظر في الاتزان الذي أراده الإسلام في حياة المسلمين. عندنا ونحن نقبل على رمضان، أردت أن نستكمل الحديث حول هذا الموضوع تحديدا لما فيه من الفائدة، وذلك أن رمضان سوف نتعلم فيه درس كبير جدا، وهو درس الاتزان، الاتزان والاعتدال بين الحلال والحرام. بل الأشد من ذلك أو الأعظم من هذا أن ترى أن رمضان يعمل عندك اتزان بين الحلال والحلال. طعام الموجود في التلاجة حضرتك بتفتح وتجيبه وتفضل تأكل وتقرقش وتقرمش وتزلط، الفرق بين الحلال والحلال كلمة من أذان أو لحظة من زمان، الله أكبر للفجر تجعل الحلال الذي كان في فمك تجعله غير حلال الآن، مع أنه ملكك وهو لك، خاصة أهلك الذين هم بين أيديك، إلى ذلك الأوان، ذلك حلال ذلك حرام، انتهى، مع أنه الحلال. بين الحل والحرمة نية وقصد، نوينا الصيام نوينا الفطار، نية وقصد. رمضان يأتي ليعلمنا درسا مهما جدا، هو أن يضبط الإنسان نفسه بين ما يناله من الدنيا وما لا يناله من الدنيا. أنت عندك إرادة وعندك وعي وعندك عزيمة تحملك على أن تفعل أو لا تفعل. خلينا نشوف شيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى استكمالا لقراءتنا، يقول إن الله تبارك وتعالى جعل ما في الدنيا كله، جعل كل ما في الدنيا لا يساوي شيئا. ونضرب أمثلة على الكلام ده، فنلاقي، انظر إلى الأثر الوارد في مراوي الإمام أحمد، قال إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، الأكل الحلو اللي قدامك ده، ده مثال لإيه؟ للدنيا كلها. يقول إن قرح أو قزحه وملحه، يعني حط توابل بقى وظبط بتاعه أكل شكله حلو كده وشوية خضار من فوق وسلطة، فانظر إلى ما يصير، فانظر إلى ما يصير. الفرق بين اللقمة اللي انت بتشم ريحتها وقاعد مستنيها، ها خلصت الاكل ولا لسه،
او قاعد في مطعم عمالين يحطوا لك كده سلطات ويضحكوا عليك لحد ما تشبع ينزلوا لك الاكل تاكل اي حاجه وتيجي او قصده بالعين وهتدفع فيه فلوس كتير وقاعد مستنيه. الفرق بين قبل ما يدخل فمك وبعد ما دخل الفم تست بقى كده شويه فلافل وبتاع حلو جميل، بس اول ما يعدي الحلقوم وينزل للمعده فرقت بقى ان كان بتنجان ولا ملوخيه خضرة ولا جواها مش فارقه اي حاجه. اول ما يعدي الناحيه دي انتهت المساله. طيب طول ما الاكل في البطن فقيمته من قيمتك، لكن لما ينزل يروح فين؟ الدنيا كده. اول ما تعدي بتروح فين؟ ذلك مثال يضربه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية إن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. أحد الأصدقاء النهاردة بيتكلم عن رجل أعمال كبير جدا جدا عنده مليارات ولديه مبنى ضخم، وبيقول يا جماعة أنا ما عادش ليا في الدنيا. تخيل بيتعرض عليه شغل في السنة ب 250 مليون دولار. رجل عبقري في مجال متخصص جدا، هكذا وصلتني الرواية. والدنيا بالنسبة له يعني يقول تنظر إليه وهو يأكل ويمسك كده حتة بسكوتاية كده وحطها وياخد كأنها تست كده، ياخد منها بس إيه مصتين ولا حاجة، مش قبرتين، ما فيش كندوز مش عنده، خلاص الموضوع خلص. بس تست كده وبعدين الحمد لله شبعت. يتعامل مع الدنيا على انها ارقام زي احرف الكلمات اللي قدامي في الكتاب، كانها لا شيء، وده مجرد مثال. ولو انك تابعت الشباب دكتور احمد كده في العز، اسال الله ان يحفظ عليك عافيتك يا رب، طموحاتك احلامك مستقبلك، شايف نفسك فين بعد 10 سنين عشان تنجح في الانترفيو تمام، وبعدين بعد 50 60 سنة يراجع حساباته وينظر ما الذي كان يخطط له، ويرى أن كل ما أنجز في الدنيا كان أمرا هينا مقارنة بقيمة الدنيا. ما تسويش حاجة أصلا، كلها على بعضها كده تمام. ثم يردف الشيخ قائلا، وهذا الكلام اوعى تفكر ان احنا بنقول الكلام ده علشان تفضل قاعد في الجامع لحد الفجر وتنسى الدنيا وريح بالك وعيش ايامك عيش لياليك والكلام ده، لا لازم نشتغل، نريد ان نعمل، نريد ان يكون لنا دور في الحياه. ليس هذا الكلام للتزهيد المطلق، يعني هذا لعب الدنيا كلها وتقول ده الدنيا كلها ما تسويش ما يخرج من بطني وخلاص انا عم هضرب لن تخلق لاجل هذا فقط، وإنما هذا جزء من تكوين كبير يسمى التشريع. رب العالمين سبحانه وتعالى خلق الإنسان وقبل أن يوجده عز وجل قال إني جاهل في الأرض خليفة، يتحرك يسعى مستخلف. رب العالمين سبحانه وتعالى استعمركم فيها، أي أنه أوكل إليكم أمر عمارة الكون وما فيه. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما ورد عن مشايخنا والأساتذة والعلماء أن تعريف العبادة مسألة واسعة الدلالة، ليست فقط لمن صلى وقام، وليست فقط لمن صام وأفطر، وإنما لمن صام ليتعلم من الصيام دروسه التي يتحرك بها في الشارع في المجتمع في وسط الناس. خلاص كده؟ إذا كان صوم يوم أحدكم فإن سابه أحد أو شاتمه، ففي حركة أهو، في انتراكشن، في روحة وجاية وكلام وحديث، وصل لمرحلة الخناقات أهو، شد وجذب، فإن سابه أحد أو شاتمه أنا بتعلم، فليقل أنا بتعلم، أنا صايم عشان أتعلم، فليقل إني صايم، ما أقدرش أتجاوز المرحلة دي خلاص، أنا بتربى. علشان ايه؟ عشان اطلع للناس اتعامل معاهم. اتفقنا؟ طيب فيقول وهذا الكلام قد يخطئ الناظر القاصر فهم دلالته، وقد يحسبه
إبعادا للمسلم عن الحياة وحثا له على ترك طيباتها وأجر نعمائها، وشيء من ذلك لا يقصد إليه الإسلام، فإن تحريم الحلال كتحليل الحرام. لما تحرم الحلال كأنك بالضبط زي واحد بيحل الحرام. السرقة حرام ولا حلال؟ إيه رأيك؟ السرقة حرام ولا حلال؟ حرام، متفقين. لكن واحد يحكم على العمل بأنه باطل، أو أنه لا، أنا مش هشتغل لأني لست متدينا لله تبارك وتعالى بالعمل. أنت بتحرم الحلال زي ما حرمت الحرام، بتحرم الحلال زي ما أحلت الحرام. طيب، يستشهد على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. كل اللي أنت عايزه، بس في مرحلة من مراحل الاقتصاد، لا تكن ذلك المبذر ولا تكن ذلك المقتر. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، خلي بالك، الإيمان والعمل الصالح مقترنين دائما. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. يقول الله تبارك وتعالى: وعملوا الصالحات. احنا برضو بنشتغل في نفس المضمار، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا. يبدو ان عندي تسلسل، انا مش بس واقف حتى عند مستوى واحد من الإيمانيات، انا برتقي بقدر ما استطيع. انا عندي الحياة، اسيبها كلها ولا خدها كلها؟ ما تخليك في الوسط، المانع انك تخليك في الوسط. طيب، شوف كده مجرد مثال بس عشان ما حدش يقول ايه عايزينك يعني تغدى عندكم مره يا اخي، تقول لا يا شيخ حرام عايزينك على غدا، لا حرام، ده احنا عايزين نقتصد، عايزين نبقى زاهدين في الدنيا. خليك مرمي في الجامع عندك، وانا هبقى اجي لك اصلي معاك العشاء واسلم عليك واقول لك السلام عليكم، لكن اكل وشرب وحاجات حرام، الكلام ده ما ينفعش يا شيخ. فاقول لك تعالى نتفرج مع بعض ونراجع مشهد من مشاهد الكرم عند من؟ عند أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. رب العزة سبحانه وتعالى يقول: فقربه، مش دلهم حتة وقال لي خليتني بكرة، فقربه إلي فقال: ألا تأكلون؟ وحصلت القصة التي تعلمونها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ينزلون في حياتهم الخاصة عند قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فممكن واحد يمسك لايك يقول له: إيه الجاكت الحلو ده؟ ده براند نيم ده ولا إيه؟ ده أنتوا مشايخ نصكم بتفتروا، ده أنتوا بتلبسوا حاجات فخمة، حرام عليك يا ابني. تقول له: استنى بس، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فإن لم يكن الشيء محرما لذاته أو لعلة فليس بمحرم، وهو من أصل ما أحل الله تبارك وتعالى. طيب، وللبدن مطالب أجمع العقلاء على أن في انتقاصها إضرارا بالبدن. فواحد عايز يزهد في الدنيا فيقول هنام، عفوا، فيقول أنا هفضل صاحي طول الليل ولن أعطي لجسدي شيئا من المتعة ولن أفعل ولن أفعل، أقول له لا. النبي عليه الصلاة والسلام يؤصل لهذه المسألة ويقول: إن لبدنك عليك حق، وإن لزوجك وإن لزورك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. اشتغل بمفهوم الاتزان، لا تفرط ولا تفرط، كل شيء الناحية دي ولا الناحية دي، خليك في الوسط. فالإسلام يوصي إذن بهذا الاعتدال في ارتداء الملابس مثلا، ويكره للرجل، اسمع الجمل دي مهمة يا شباب، ويكره للرجل أن يباهي بها. ما أنت بتلبس الهدوم مش بس عشان تستر عورتك، لا، علشان تمشي تتمنظر بها على الناس، بس لمجرد أنك أنت تشو أوف، زي ما أخونا ماهر ترجم كده قال لك شو أوف بالإنجليزي، عشان بس شو أوف. That's what you need. لا، ليس هذا مرادا. طيب، يقول في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طبرين مطرود بالأبواب، في رواية: لو أقسم على الله لأبره. إذن الفكرة مش فكرة
أنا لابس إيه، إنما فكرة ما الذي في داخلي، ما الذي في قلبي، ما الذي أستوعبه في ضميري. طيب بس الكلام ده خلينا نذكر هنا رواية أوردها عن أبي بريدة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت لنا كساء ملبدا وإزارا مما يصنع باليمن، وأقسمت بالله لقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين. خلنا بمناسبة موضوع الهدوم ده، عايز تروح عايز تنام خلاص your time is up. أما لما تتجوز هتعمل إيه؟ أنت دلوقتي الحمد لله قاعد براحتك معانا، أنا واخد تصريح لحد الساعة 10 تقلقش لسه معانا أهو my time is up. ماهر كمان فرح ورفع لك التليفون. طيب نستأذن عبر الأثير يا سيدي، صلوا على الهادي المشي. النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي كان يلبسه في حياته؟ عليه الصلاة والسلام ما الذي كان يلبسه صلى الله عليه وسلم في حياته؟ هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لنفسه نوعا من اللباس أو ابتكر ديزاين مختلف وأن this is ours as a Muslim community؟ أوكي؟ هل فعل ذلك؟ أم أنه كان صلى الله عليه وسلم يلبس مما يلبسه الناس؟ فلو أنت قابلت اثنين ماشيين في الشارع ساعتها كده، واحد مسلم وواحد كافر، إيه اللي يميز ده عن ده؟ في الهدوم؟ ولا حاجة. اللهم إلا إذا كان الكافر متوسما بشيء أراد أن يميزه، كمن يضع صليبا مثلا، أو من يلبس لباسا خاصا بأقوام معينين. النهاردة قدر الله سبحانه وتعالى اضطررنا بعد درس لابسين كده زي ما احنا كده ورايحين على كاسكو نشتري حاجة، فقدر الله سبحانه وتعالى ان في واحد ست وقفة كده تقول لك ايه ايه ده انت منين، انت لابس كده ليه، انت مين؟ فقلت لها والله I'm a spiritual leader for the Muslim community. Are you familiar with that name as Islam؟ وبدأنا نشتغل بقى على الست شوية، وبعدين إن شاء الله وعدتها إن أنا هودي لها نسخة من ترجمة القرآن بكرة. ست كبيرة في السن وطاعنة وتقول لك لا أنا ما أسمعش عن الكلام ده قبل كده، الإسلام يا يا I'm familiar with that name but I don't know anything about it. I have no clue about it. Okay. You're gonna ask her why? Why you didn't hear about it? Why you try to know everything around you? المهم فقعدنا نرطم شويه كده من الشمال اليمين زي ما انت عارف شيخ محمود يعني سامحنا وان شاء الله سبحانه وتعالى نكون. فهناك من يتزيى بزي ليميزه لان ذلك عمله لان ذلك كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اهدي اليه ثوب اثره على غيره. واخد بالك شيخ محمود جاي من الاردن وجاي يقول لك والله يا شيخ انا جايب لك العباده يلبسها الاول ما يلبسش الباقي. سبحان الله القدير. قد يكون في ذلك إعظاما لشأن من أهدى، وقد يكون في ذلك تعليما للناس أن ليس ثمة محرم إلا ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم من مثل لبس الذهب والحرير مثلا على سبيل المثال. فالأصل على الإباحة غير أن الاقتصاد في كل أمر إنما هو مطلب. اتفرج على الحياة النهاردة وشوف الكومنتين دول حطيت عليهم كده عشان نختم بيهم عشان محمود عشان نعرف نقعد معاك شوية. ربنا يعزك يا رب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن العالم اليوم يستقبل في فصول العام المختلفة بدعا في دنيا الأزياء ليس لها من حصر، فثياب الصيف غير ثياب الخريف غير ثياب الشتاء وتلك غير ثياب الربيع، بل إن أجزاء اليوم الواحد تتطلب أنواعا متميزة من الملابس. ده لبس للماتيني وده لبس للسهرة وده لبس بالنهار وده لبس بوقت المغربية. كل وقت له لبس، وما ينفعش تلبس حاجة مكان حاجة، وما ينفعش تلخبط اللبس على بعضه تبقى وعيتك مش كويسة لو لبس للشراب مختلف عن لون القميص اللي هو تحت جاكة البدلة. الكلام ده ما ينفعش. والجزمة دي ازاي انت مش لابس جزمة كلاسيك مع الطقم الكلاسيك اللي انت شغلانات كده. طبعا مطلوب من المسلم ايضا ان يكون على احسن ما تكون نظرات الناس اليه.
يعني كن عند الناس أحسن من ينظر إليك، كن بينهم كالشامة في غير مبالغة ولا تصنع ولا قصد لأن يكون ثوبك هو أزهى ما فيك، وإنما لسانك بالحكمة يسبق كل ما ترتدي، وإنما كلماتك تؤثر في قلوب الناس أكثر مما تلبسه يدك أو يتزين به بدنك. نقتصر عند هذا ونسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والسلامة والأمن، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى ما يرضيه سبحانه جل في علاه. بارك الله تعالى لكم وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.